مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عودناكم دائما وصفات جديدة اقتصادية وصحية، ما عليكم غير تقعدوا معنا طيلة هذا البرنامج معي أنا وسليمان باش نمتعوكم بأشهى الأطباق الرائعة والجميلة. شكرا مريم، تحية كبيرة لك. يلا مشاهدينا الكرام، نقول لكم اليوم جبت لكم وصفتين صدقوني باللي ضربة بزوج دورو اليوم ونديروا البيست. شوفوا لا بريزونطاسيون او ميم طون، تصدقوني جبت لكم فطائر بموديل جديد تركي بالطبع والشان، او ميم طون لاسكالو باني فارسي تانيك لا فارس، حاجه شابه. او ميم طون صدقوني في واحد لا بريزونطاسيون ما شاء الله. يلا ركزوا معايا برك هنا ورقه وسياله باش تدونوا معايا الوصفات. لكن فقط نذكرهم، سمح لي سليمان، كلامك هو الكبير. رقم الهاتف راه يمر اسفل الشاشه. رايحين اليوم نكملوا مع طومبولا اللي كنا متبعينها اكيد. عندنا الجائزه الاولى مهدات من طرف مؤسسه كيم كيدز المتواجده في منطقه عين امليله، لديه عده فروع في الجزائر. اما الهديه الثانيه مهدات من طرف بازار ابو جليل المتواجده في منطقه سيدي بالعباس. مشاهدينا الكرام، عليكم غير تكثروا لنا من الاتصالات وان شاء الله تكونوا من الفائزين. شكرا مريم. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معايا. عندي لي سكالوب هنا 4 خونش، على حساب انا حندير كميه تاع 4 خونش، واللي عنده اقل يدير نصف الكميه، واللي عنده اكثر يضاعف الكميه. عندي لي سكالوب، عندي جزر مبشور، وعندي لي شامبينيون، وعندي البصل مقطع صغير ولا مسكرفج، وفخوماج كما راكم تشوفوا فيه تانيك مسكرفج كما راكم تشوفوا فيه، بصح هذا حندير به الحشو تاع لي سكالوب اللي راكم تشوفوا فيه. وعندي لاصوص حبيت نبدل لكم هذيك بيشاميل وكذا، حبيت نبدل لكم ان صوص جديده اليوم، فيها البيض، فيها فروماج ناتير ولا ريجيم، فيها سكنجبير، فيها الملح، وفيها شويه تاع المعدنوس. وعندي هادو الفلوكات اللي وجدتهم هنا. يلا ركزوا معايا، هادوما بزاف شابين، هادو الفلوكات ساهلين نديروا برك، هادوما جديده كما يقولوا، ونقطعوها بالموس فوالا، ونخووها لداخل. وهذوك ما نرمو والو كما راكم تشوفوا، قطعتها بتيدي مشاهدنا الكرام وقليتها، وفورت شويه تاع زروديه وشويه تاع جلبانه. هذوما مع ديك لاصوص البلونش اللي قلت لكم عليها راح نفرسي بها هذوما لي باركيت تاعي ولا سليلات. يلا مشاهدنا الكرام ركزوا معايا من فضلكم. حاجه الاولى عندنا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم معك معك عرقوبي مخلوف الفائز بالغساله. مبروك عليك مسيو عرقوبي. يعني الله يسلمك اختي مريم. شكرا. كيفها يعني مكتوبه عليك مسيو عرقوبي؟ هذه هي واش نقولوا لك. يا روح تدي، يا روح سينو دوك نديرو لا ديسيزيون تاعك. اليوم نبداو نعاودو والله. والله يا اختي مريم غير تقول قول حسيت بها باسكو ما عنديش غساله انا في الدار. الحمد لله غساله الحمد لله، ودعيت ربي باش ربي يوفقني ووفقني ان شاء الله. الحمد لله بك انت يا وبسليمان ربي يحفظك. الحمد لله وبربي سبحانه بصحتك خويا تستاهل كل خير. مكتوبه عليك هذه هي. حنا حبينا نجوزوا غير المكالمه تاع اليوم. شكر فقط مؤسسه لا كاسبا باش المشاهد الكريم يشوف باللي راه كاينه الشفافيه ثم الشفافيه. والله غير يعطيكم الصحه سليم، راك نورتنا البلاطو. ربي يحفظك ربي. ربي يحفظك خويا العزيز. صباح تدي الهديه تاعك سي مخلوف. الله يسلمك الله يسلمك. صحة فطورك. الله يسلمك صحة فطورك اختي. ونبلغ سلامي للبلاد كامل والعائلة وبلدية سي مصطفى ولافامي عرقوبي ولاية بومرداس، وبارك الله فيكم. شكرا 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 سي مصطفى. الله يسلمك الله يسلمك اختي. صحة فطورك. يلا مشاهدينا الكرام عاودوا شوفوا برك معايا، هذا كما راكم تشوفوا هذو ما درت لها شوية زبدة، درت لها شوية تاع جزر وشويه تاع جلبانه، وهذاك اللي فيديت بها لي باركيت هنا ديك البطاطا قطعتها بتيدي وقليتها، ودرت لها شويه فلفل الكحل، ودرت لها شويه ملح وشويه بصل وشويه معدنوس، وراكم تشوفوا حطيتها غير تدبال لي شويه باش نفارسي بها هذوما لي باركيت. يلا نزيدو نجيبو مقله واحده اخرى من فضلك مريم. ديريها هنايا، ديروا لها برك شويه تاع الزبده. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا هنا من فضلكم، صدقوني نخليها تطيب في غرضها.
انه الماكن مش حيك فيها. شوفوا مشاهدينا الكرام درت شويه زبده هنا خليتها تذوب غير بالعقل. واش راح نجيب؟ راح نجيب هذيك الزروديه اللي سكرفشتها. شغل تقليها. حبيت نبدل هنا لا فارس، لا ماجوريتي فارسي بلا فيوند اشي وبالبولي اشي وبالمرقاز وبالبطاطا، حبيت نبدلهم هذه الوصفه الجديده تاع لا فارس. تكون وصفه ايكيليبري، يعني فيها البروتينات وفيها كذلك الخضروات. بزاف شابه وبنينه، والشامبينيون هذا اللي راكم تشوفوا فيها هنايا فورته شويه، ما حبيتش نغليه في الماء، ودوك ندوريوه شويه في الزبده. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معانا. دوك انا نروح نوجد الماريناج تاع لي سكالوب تاعي. شوفوا معايا هنا واش حبيت ندير. ندير شويه زيت وندير شويه راس الحانوت وتاع الدجاج، هذا تاع لامولاتي سبيسيال تاع الماريناج تاع الدجاج، بزاف بنين وننصحكم به. وشويه عندنا مكالمه وشويه عكري نكمل لهم برك، سمحي لي نكمل لهم غير المقادير. شويه عكري وشويه فلفل كحل. يلا ركزوا برك معايا مشاهدنا الكرام، وشويه ملح ومغرفه. سمحي لي برك مريم تفضل. يلا مشاهدنا الكرام ركزوا معايا، وزوج مغارف صغار تاع قهوه تاع لا موطارد القصبه، ونخلطوهم هكذا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معايا، صدقوني باللي وصفه ضربه هذه. والبطاطا شاف واش حنديروا بها؟ نزيد نقول لك برك، سيدي شعلي لي برك باش نربحوا. سيدي شعلي لي هذيك، هذه البطاطا كيما راكم تشوفوا فيها، نديروا لها شويه ملح، نعرفوا باللي البطاطا شويه صامته، نديروا لها شويه ملح كيما راكم تشوفوا. ركزوا برك معايا هنا، نديروا لها شويه ملح ونقليوها في الزيت، نخليو الزيت سخن مليح. نقول لكم برك باللي البطاطا هذه عندنا مكالمه. ما تنقيوهاش. يلا تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير مريم اختي وشاكي، لاباس حرمضانكم؟ لاباس الحمد لله. حرمضانك الله يسلمك. حلو لاباس العافيه. لاباس والله الحمد لله. وانت بخير؟ والله الحمد لله خويا لاباس. الله يخليكم، راكم كفين ومخفين الحمد لله. تعيشي يسلمك. عجبك برنامج بنا وفطور؟ راكي تبعي الوصفات يوميا. الله يبارك ما شاء الله. نكملوا لنا مور رمضان هكذا ان شاء الله باذن الله. لماذا ان شاء الله؟ حيت الله يبارك ما شاء الله عليكم. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. لو فات اللي رانا عاجبينكم هذاك هو الصح. لا لا الله يبارك ما شاء الله. بعدك كديروا لنا هذوك لي بلا تاع الاقتصاد ما شاء الله. الحمد لله. احنا لازم نكونوا يعني نكونوا في متناول الجميع، هذا هو الهدف تاعنا. ما شاء الله عليكم، ان شاء الله ربي يقدركم وديروا مع خير ان شاء الله. ربي يحفظك. ربي يحفظك. صافي بليزير اختي لو فات اللي رانا عاجبينكم، صافي كرون بليزير. لا لا ان شاء الله ربي يكملكم بالخير. الله يبارك، كملوا ان شاء الله برك ما تحبسوناش مور رمضان. تعيش ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا على المكالمة سيداتي. يلا ركزوا برك معايا هنا مشاهدينا الكرام، أعطيني حاجة برك ريسيبيون صغير ندير فيه لافارس. شوفوا برك كيفاش أنا دوريتها مليح بهذاك الماريناج، وهذاك الحشو راهو جد الحشو. نقول لكم برك واش فيه؟ فيه لي شامبينيون، فيه زرودية، فيه شوية بصل، وراح نزيد له شوية لي فخوماج، شوية فلفل كحل، شوية ملح، راح نزيد له شوية لي فخوماج رابي. هادوما كيما راكم تشوفوا فيهم على حساب الرغبة، اللي حب يديرو مريم يديرو، اللي حب ما يديروش ما يديروش. بطاطا سخنت الزيت تاعها نزل شوية. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا، صدقوني باللي وصفات بزاف شابين ومامطو حاجة جديدة وفي متناول الجميع. شوفوا برك لافارس كيفاش نديرها. يلا ركزوا معايا، شوفوا لافارس كيفاش تكون بهذه الكيفية. يلا ركزوا ونجو نروليوهم هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا شوفوا برك كيفاش حبيت نروليهم.
نعرفوا باللي العائله الجزائريه كامله عندهم لي كيردون في الدار. اكيد هذه اللي ما تقدرش بالكيردون تقدر لافيس العادي، بصح كاين المبتدئات شغل يقول لك لي كيردون ديالهم ساهله نبسطوها لهم بالكيردون. فوالا شوفوا كيفاش الكيردون كيفاش راني شاده بها على شكل باش نزيدو نبسطو لكم على شكل عصبانه مري. يلا نشوفوا برك حاجه اللي تدخل في الفور. نديروا لها غير شويه تاع الزيت. عندنا مكالمه مع ام لطفي. يلا تفضلي تفضلي. عاودي الاتصال من فضلك. المكالمه عاودي الاتصال ام لطفي. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معايا ونرفدوها بالطريقه هذه ونحطوها هنا. نزيدو نخدموا لكم واحد اخرى. ركزوا معايا برك مشاهدينا الكرام. يلعب دور كبير هذا الماريناج. نقول لكم ونعاود اللي عنده الوقت يقدر هذا الماري هذا البولي اشي ولا البولي ديستاك هذوما ولا تاع اسمو ديسكالوب يقدر يخلي زوج سوايع ثلاثه في الريجيدار في الماريناج هذا باش يدخل له مليح. ما حبيتش ندير له الثوم ثاني خاطرش غنخدم لاصوص هذه ما تمشيش مع الثوم سي بوغ سا ما حبيتش ندير له الثوم. نظن انه هذه وجدة الشاف. خلاص طفي لها مريم. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا مليح ان شاء الله تكونوا برك دونتوا لنا الوصفات. شوفي البطاطا هذه ثاني مريم مازال مازال. يلا مشاهدينا الكرام نزلنا نستناو ثاني في اتصال صالاتكم باش تعطونا انطباعاتكم وتعطونا ثاني رايكم. نزيد نخدم وحده وخلاص مريم. مكالمه من بلعباس. الهام إلهام. ألو مش راكي إلهام؟ لاباس الحمد لله. كيف حالك سيدتي؟ مرحبا بك. ألو لاباس. واش راهم الناس بالعباس؟ تحية كبيرة اليوم. يسلمك راهم لاباس الحمد لله. نقصي التلفزيون تاعك الأخت إلهام. صحيح راني نقصله. راكي بعيدة عليه. راني بعيدة. واش درتي لنا فطور اليوم إلهام؟ واش درتي لنا؟ مازال ما درناش. هيا يلا شويه لي سكالوب. راني عاد نشوف فيكم شويه ولا شويه لي زيسكالوب. شويه راه فارس بالفرماج وشامبينيون مع زروديه والبصل. واش نحكي لك؟ وراكي فريتيها اليوم. ضربه ضربه ضربه. ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلي كاش ما حبيتي كاش وصفه نحضروها لك الهام. مازال ما بانتليش وصفات. نبغي ان شاء الله تحليات شويه. ماذا بكم تكثرون مملحات؟ مملحات بقاي معنا فقط طيلة هذا الشهر راح صدقيني راح نمتعوكم بالمملحات ان شاء الله. شكرا سيدي. شكرا صحة فطورك. يلا مريم برك انا واحد حبيت نقول لك حاجة. حبيت نقول لك باللي تشوفي لنا مقلة هاكي. اها يلا سمحي لي برك مريم. نحي هذه خلاص. حطيها قدامك تما شعلي لها دير لها غير شويه زيت. حبيت ندوريهم هذوما شويه برك في الزيت. كيف تجيب لنا هنا في الزيت؟ دير لهم غير شويه زيت مريم. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معنا. وان شاء الله تكونوا دونتوا الوصفات. وما نزيد نقول لكم اقعدوا معنا. كاينين واحد الفطائر تانيك ما شاء الله يدوبوا في الفم وبمكونات سهله ومشابين وحاجه جديده. مريم معليش معادلك شويه لي زنجبيل هذوما باش تكوني اليست. دوري غير شويه في الزبده. وجد انت الفطائر نظن. بطاطا تتقلى. يلا ركزوا ثانيك معايا هنايا. صح. هذه لاصوص مريم مليح نخدمها لهم بطريقه جديده. ولفنا دائما في لاصوص اللي تدخل في الفور يديروا لا بيشاميل ايتو. حبيت نمد لهم هذه صدقوني باللي بزاف جديده وتخفيفه خفيفه بزاف. شوفوا درت انا ثلاث حبات بيض. راح ندير شويه سكنجبير. راح ندير شويه تاع زعتر. وراح ندير قريصه ملح ولا راس تاع المغرفه تاع الملح. وراح ندير هنا درت زوج بوايط تاع فروماج ناطير. يلا ركزوا معايا مليح انا مشاهدينا الكرام ونخلطوهم بهذه الطريقه.
صدقوني باللي هذه لاصوص بزاف بنينه، ومام دوك كي ندخلوها للفور تعطي غير اللون الذهبي تاعها. صدقوني ماشي فندم. راح نزلها لي فروماج هذوك اللي خليتهم. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا مليح من فضلكم. صدق مكالمة من الخميس. تفضلي تفضلي. عبد القادر. نعم الو. السلام عليكم. السلام عليكم. مشارك عبد القادر. نعم اختي راني سمعتك. تفضل. صحة رمضانك. صحة رمضانك الاخت وياكم ان شاء الله. تقبل الله منا. برنامج بنا وفطور سي عبد القادر. نعم الله يبارك الله يبارك. استقبلنا وفطور ايه. الحمد لله. هاك تشوفوا يوميا. انا ما نهضرلكش صراحة ما نكذبش على اختي. ماشي انا يعني الزوجة تاعي والزوجة الكريمة وبنتي هي اللي يتفرجوا بها. بالله غرام تحية كبيرة أخويا العزيز. الحمد لله. وعليكم تحية أنتم مثلا. الله يحفظك. بارك الله فيكم الأعمال. سمح لي غير شوية مريم. قوموا بها يعني متأكد لكم قوموا بعمل كبير راكم تقوموا فيه عمل جبار يعني. ربي يحفظك. من فضلك نقص غير شوية التلفاز باش نقدروا نسمعوك مليح. لا لا التلفاز أنا بعيد على التلفاز. أما لك زيد. حقيقة في الأول كنت قدام التلفاز. أما لك زيد. أما لك زيد شوية صوتك. وقال اليوم جيعان شويه على ذاك ويلا. والله راني عيان والله راني عيان. يسمى حسينا يسمى حسينا به. الاشغال الصباح بداوا 15 يوم هذاك. راني عيان شويه كنت يعني بعد صلاه الظهر تكسرت. ربي يتقبل ان شاء الله وربي يعينك خويا العزيز. ربي يعينك. امين امين. انتم فين ربي يعينكم. ربي يعينك ان شاء الله. ربي يعينك. بعمل يعني والله صدقوني يعني الحمد لله هذه الوصفات اللي راكم ديروها. ربي يحفظك. كل يوم يقولوا لي هذه الوصفه يعني من حصه فلانيه من التلفزه الفلانيه. ربي يحفظك خويا. ربي يحفظك. صافي بليز. الله يحفظك انت فاهم انت والاخت ان شاء الله. خويا لو فات لي درت لهم خاطرهم وعيطت لنا الله يحفظك. جنود الخفاء ثمن نساوهم. ربي يعطيك ما تتمنى. شكرا جزيلا سيدي. صحة فطورك. صحة فطورك. الله يسلمكم. الله يسلمكم. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معايا. هذيك لافارس اللي وجدتها باش نفارسي بها البطاطا الفلوكه تاع البطاطا تاعنا اللي راهم يطيبوا نحيت لهم برك شويه. هذيك لاصوص الشابه اللي قلت لكم ننصحكم تسيوها وخليتها هنايا. دوك غير طيب البطاطا تاعي نفرسيهم بها. وهذه دوك نديروا ليسكالوب تاعنا هنايا مريم. بزاف عليهم مريم. غير يدوروا غير شويه. اكيد لانه ما يدوناش وقت طويل. نحيهم مريم. من 15 حتى ل 20 دقيقه يكفي. غير بشويه باش ما يتغسلوش. معليش. عاودي رديهم. عاودي شوفي يا مريم. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا. انا نقول لكم برك باللي الفرن راني شاعلو على 180 درجه كما راكم تشوفوا. داو غير اللون هذا الذهبي. ركزوا برك معايا. كي شفناهم باللي داو هذا اللون الذهبي دوريناهم غير شويه في الزبده ولا زيت راح نديروا لهم هذيك لاصوص اللي قلت لكم ننصحكم تسيوها. نيفيتيو شويه لا بيشاميل. بزاف شابه ومام طون بنينه 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 لدرجه لازم تسيوها. نظن انه البطاطا تاعنا وجدت. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا مليح. كيما راكم تشوفوا. شفت سليمه البطاطا وجدت. ما شاء الله. شتي لافوغ نتاعها شحال شابه. بزاف شابه شغل سليلات. سليلات شوفوا برك معايا دوك هكذا كلام قول كبير مريم. تفضل. ندخلوها للفرن مده الطهي تاعها 15 دقيقه 20 دقيقه. خاصة كي نعمروها بهذوك لي ليغوم الفيغ اللون الاخضر اللون الاصفر والاحمر يعطي لها يعني. فوالا عندك الحق مريم. ونقول لك برك باللي حنا درنا تحدي نقول للمشاهد الكريم باللي درنا تحدي انا ومريم باللي ما نبخلوا عليكم بوالو ونعطوكم غير الحاجة اللي راح ان شاء الله تكون في حسن ظنكم ان شاء الله باش نحمروا لكم ان شاء الله وجهكم وندير لكم حاجة كما راكم حابين. شوفوا برك ركزوا معايا. هادو هما السليلات تاع البطاطا راكم تشوفوا لافارس هذه اللي وجدتها. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا مليح. ركزوا معايا راح نفارسي بها. هادو هما السليلات صدقوني بزاف بنان وبخيزونطابل درجه من فوق لاطابل يعطوا بزاف شابه. انا ننصحهم باش كامل يسيوها اليوم. نقول لهم رانا نديروا كامل بوسعنا بما بوسعنا باش نديروا لكم غير حاجه جديده ان شاء الله. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم هذه ندخلوها للفرن. كشغل تنشف برك لاصوص هذيك مده الطهي تاعها دقيقتين فقط. باسكو البطاطا راهي مقليه مريم. كلش طايب. اكزاكتومون. وهذوك لافارس تاعنا راهي طايبه. طايبه نجيبو فقط نجيب لك امور. انا قلت مريم كي نطيب لنا هذوما لي كويز لي سكالوب فارسي ندخلوهم.
مكالمة من فرنسا. يلا أسماء. نعم من فرنسا أم أسماء. وي صح رمضان كي أسماء وشراكي. لا أم أسماء. أم أسماء الله يبارك ما شاء الله ربي يحفظها لك إن شاء الله. عمرها 8 سنوات. عمرها 8 سنوات. الله يبارك ما شاء الله. ربي يخليها لك إن شاء الله. كيفاش راهي الجالية الجزائرية في فرنسا أجواء رمضان كيفاه؟ آه لا لا ميتة ميتة ميتة. ماشي كيما الجزائر أكيد. إن شاء الله يفتحوا لكم الحدود وتجوا لنا إن شاء الله تعيدوا عنا إن شاء الله. ربي يكون معاكم إن شاء الله أسماء. إن شاء الله يفتحوا لكم الحدود وتجوا تعيدوا معنا. إن شاء الله. إن شاء الله شكرا جزيلا. إن شاء الله يا ربي والله غتشوقت. عندك بزاف ما جيتيش أم أسماء. أنا بيجي شاك أني نحبط مي على جال لي بروبليم تاع بلادي تو ألوغ صافي 3 زون ما جيتش. ربي يبارك فيك. سي با فاسيل. تعيشي زين. ربي يقدرك إن شاء الله. أنا بيجي شاك أني نحبط باسكو عندي خويا. ربي يحفظك سيدي. نشوف خويا كمام. إن شاء الله مرحبا بك في بلادك في كل وقت، ما ماشي عند خوك عند خاوتك، راه عندك بزاف خاوتك دوكا. تعيشي سيداتي شكرا. إن شاء الله. يلا مشاهدينا الكرام نقول يعطيك الصحة ميرسي بوكو بوغ لابيل سيداتي. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا ان شاء الله تكون الوصفه الاولى نالت اعجابكم. شوفوا برك معايا الوصفه الثانيه دو فطائر بزاف شابين مريم تركيين ومام طون. نقول لكم باللي لاباط محروجه، لاباط فيها الزعتر فيها الفلفل الكحل فيها الملح أكيد. فيها المعدنوس بزاف بنينه. الحاجه الاولى شوفوا نجيبوا كاس نديروا كاس الا ربع تاع ماء، كاس الا ربع تاع ماء يكون دافي، مام الحليب يكون دافي باسكو نشوفوا مزال كاينه شويه بروده مريم مازال بيان سور كاس الا داك يكون شويه الحال كي يكون شوفوا باللي الحاله بارده نسخنوا شويه ولا ندفيو شويه هذاك تاع الماء ولا الحاجه اللي كنا احنا عجنوا بها العجائن. ها هو الكاس اللي حتى اللي نكيل بها انا كاس الا ربع صح. عندي مغرفه تاع خميره تاع تاع الحلوه وعندي مغرفه تاع السكر لكم الرغبه تولي ليكم تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. هنا حندير غير نصف مغرفه. احنا السكر دائما نضيفوه على جال الخميره باش تطلع عندنا. وعندنا مغرفه قريصه ملح، مغرفه صغيره تاع قهوه تاع الملح. وعندنا مغرفه ماشي معمره مليح ثاني تاع زعتر صدقوني يعطي واحد الجو في الفطائر تاعنا ما شاء الله. وعندنا ثاني مغرفه تاع قهوه ماشي معمره مليح تاع فلفل الكحل. وعندنا مغرفة خل تاع القصبة في بلاصة المحسن الغذائي دائما هذه صدقيني باللي مام القصبة هذا عنده قوة ما شاء الله عنده عدة أنواع. وشوفوا المعدنوس راح ندير بكمية مليحة المعدنوس مام يعطي لها لون شباب الفطائر تاعنا. اعطي لي فقط معليش مليحي. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا ثاني هنا ركزوا معايا مليح من فضلكم. شوفوا برك الفارينه انا كيلت 4.5 كيسان تاع فارينه وغربلتهم كما نقولوا صفيتهم اكيد باش هكا تجينا لاباط تاعنا خفيفه. فوالا انا حندير تقريبا 80% من الفارينه تبدا تعجنها تدريجيا ونخلو شويه اونكا كل واحد منين يطيحوا في فارينه ما تشربش الماء مليح. كاين عده انواع كنا هضرنا عليها ونعجنوا كما راكم تشوفوا غير بالعقل. قلت لكم ونعاود لكم باللي لازم الماء يكون شويه دافي كي تكون البروده. مام في ايام اخرى لازم يكون شويه دافي باش تطلع لنا الخميره. صافي داك في السخانه بالك الماء يكون برا شويه دافي. زدي لي غير شويه. نزيدوا لها شويه. شكرا. مريم من فضلك جيبي غير حاجه قول لهم باللي الحشو اللي احنا نحشيو به عندنا المايز وعندنا الطون وعندنا الزيتون كوبي وعندنا الفروماج نورمال فوندي على حساب الرغبه. ثاني حبيت نيفيتي لكم هذا تاع لافيون داشي والبولي اشي كامل. نعجنوها بهذه الطريقه حتى وين تتماسك. ما نديرش كميه كامل ندير شويه شويه بعد نكملوا باقي الكمية الوصفة من بعد. مام العجين تاعها مريم ماشي لازم نكون عجنوا فيها مليح. لأنه خفيفة لأنه فيها الحليب. خفيفة فيها الحليب بزاف خفيفة. شابة لاباط. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معايا. كي تحصلوا على العجينة هذه تلايم روحها نخلوها تروبوزي شوية. نغطيوها برك بورق شفاف. نغطيوها بورق شفاف ولا بكاش سربيتها في الدار ونخليوها تروبوزي تريح حتى وين يتضاعف الحجم تاعها.
من 14 دقيقه حتى ل 20 دقيقه يبدا يتضاعف الحجم تاعها. حنا اغتنمنا الفرصه مريم، وجدنا العجينه، وجدنا العجينه. قبل ما نبداو نعجنوا نستقبلوا مكالمه من الضيف. الو الو علي، كيفك؟ واش راكي؟ لاباس. واش راكم مع رمضان كريمه؟ الحمد لله غايه. عجبك برنامج بنا وفطور كريمه؟ هايل الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. عجبك الوصفات تاعنا؟ واش جربتي كامل في الوصفات؟ جربت البطاطا المحشيه تاع الاناناس إيه؟ جات هايله روعه. الحمد لله الحمد لله. هذاك هو الصح مريم، كيفات لي رامي وزيد. عافي تفضلي كريمه. الو وي كريمه، انا نسمعوا فيك. الو حسيتكم هايله بزاف، حبيت نشارك في المسابقه. المسابقة شوفي اختي كريمة، عاود الاتصال راح تكون في الجزء الثاني تاع المرحلة الثانية، الجزء الثاني تاع المرحلة الثانية، صافي دوكي تبدا المرحلة الثانية، كي نعرفوا بلي رانا في النصف إن شاء الله حنلونسيو الطومبول. وتبعي كامل الوصفات كريمة. إن شاء الله إن شاء الله نعاود نحكم. إن شاء الله كريمة، صحة فطورك. صحة شكرا. نعاونك فقط سليمان باش نربحوا الوقت. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا. ركزوا معايا، أنا راني كنت سنيتها خمرت واحد 20 دقيقة وقطعتها دوائرات ولا فونسونيتها كما يقولوا، ودرت الحشو اللي دارته مريم وجداته، درت شوية تاع فروماج واش عندكم في الدار، وشوية تاع مايز، وشوية تاع زيتون. يكون دي رونديل ممكن نديرو لها على شكل دائرات، هكذا نديرو لها غير شويه ما هنايا باش تحكم منا كيما راكم تشوفوا. نغلقوها شغل العرايش، كي شغل العرايش حبيت نعطي لها هذا الشكل. مشاهدينا الكرام ركزوا برك معايا. انا ندير حبه عرايش ديجا نحب العرايش. مريم راهي تتفنن لكم في الكاطو، سناوها برك وجاي رمضان. سناوها والعيد. العيد قلت لك وجاي رمضان. هاي حبه عرايش ما شاء الله بالطريقة هذه كما راكم تشوفوا. نجيبوا سنيوة سليمان. وعندنا سنيوة اللي تدخل في الفرن، درنا لها بابي كويسون. صح مريم سقمي لها بوش معاك. فقط باش يكون عندنا الوقت. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معنا. صدقوني باللي فطائر هذو بزاف شابين وبنان وخفاف لدرجة صدقوني لازم تجربوهم باش تعطونا رايكم فيهم. يلا نزيدو نخدمو لهم جوج حبات لا ثلاثة. جوج حبات ما نزيدوش لأنه يتقول لك نخرجو فاصل. حنا ماذا بينا نجيبو لا جورنين. حنا على بيا رانا نوجدو لهم ديجا من قبل، رانا نوجدو لكم مشاهدينا الكرام باش ما نشدوكمش بزاف وميم طون باش ما تكرهوش. وأكيد باش ميم كذلك. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا. نعطيوهم المقادير والطريقة وكذلك الكيفية جاهزة. ما ندير لهم والو من الفوق سليمان. ندير لهم صفار البيض مع مغرفة تاع الخل. صفار البيض مع مغرفة تاع الخل. باش تعطينا هذاك اللون الذهبي الشباب. اكزاكتومون مريم. ميم هذا لافاغس بزاف شابة مريم. بيان سور سورتو مع بنينة. هذاك الذوق. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا وان شاء الله برك تكونوا دونتوا الوصفة. نوجد فقط هذاك صفار البيض. هاي كاينة حبابة فريجيدار مريم. واجدة. واجدة. هاي بيان. نزيد لكم غير واحدة وخلاص. أنيا سهرتها علينا. شكرا. نورو لهم فقط حبة. ديري لهم غير فتاة خل. عطيلي الخل قدامك. أو فريجيدار. معليش. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معنا من فضلك. من فضلكم باش تلحقكم الطريقة ببساطة. شوفوا كيفاش انا نغلقها. نغلقها من هنايا، نقرصها كما يقولوا، نقرصها ونزيد نطلع على الكوتي هذا اللي منه ونقرصها. نعرفوا باللي ميم الفطائر كي يكون عندهم لا بريزونطاسيون راح يشهيونا باش ناكلوه. ناكلوه. حنا نقول لكم ثاني باللي كي تخلوهم كي ديروهم في السنيوه زيدوا خلوهم واحد الخمس دقائق باش ديروا لهم هدايا البيض والخل وديروا لهم شويه تاع حبه حلاوه مع شويه تاع السان. نقول لكم برك استناونا فاصل قصير ونرجعوا لكم. شكرا.
يلا مشاهدينا الكرام نرجعنا لكم ان شاء الله تكونوا مزابيت وصدقوني باللي مريم راح تمتعكم تيراميسو ضربه. يلا مريم. المشاهدين ما عليكم غير تتبعوا الوصفات خطوه بخطوه، ونفكرهم كذلك باللي الاسئله راح تكون في هذا المنتصف تاع اكيد في هذا لابارتي تاع البرنامج. ما عليكم غير تتبعوا خطوه بخطوه باش تكون الاجابه تاعكم صحيحه، وان شاء الله تكونوا من الفائزين. لماذا نبداو مباشره؟ يلا. جبت لكم اليوم وصفتين. الوصفه الاولى عباره على تيراميسو تحليه يعني بزاف خفيفه، ويحبوها بزاف خاصه الشباب لي جون. اما الوصفة الثانية جبت لكم كريات الطاقة. نبداو بالتيراميسو من بعد نروحوا ولا نبداو بالطاقة؟ معليش كيما تحبي، خلي الطاقة مع الاخر باش يقدروا يكملوا لا جورني تاعهم. اكيد. بالنسبة للتيراميسو واش عندي هنايا؟ عندي ثلاث علب تاع لو فخوماج ريجي. هذا يعني الجبن الطبيعي. نعم. نحتاج كذلك هذا لي بودوار. نحتاج هنا السكر. عندي الكاكاو. عفوا قهوه سريعه الذوبان. قريب قلت قهوه سريعه الذوبان. وعندي كريمه لا كريم فريش ليكيد اللي تكون فيها النسبه تاع البورسونتاج تاع لا ماتيير غراس 35% باش تطلع لي النسبه. لازم تكون دائما يقولوا لي علاش مدام ما تطلع لناش لا كريم فريش. نقول لكم انه باش تطلع لك لا كريم فريش وتولي لك كريم شانتيي كي تزيدي لها السكر ولا تولي لك كريم فويتي، لازم تكون نسبه تاع الدهون فيها 35% من نسبة الدهون. اللي خدمت بها لي بابا البارح 35 كيفاش طلعت؟ أكيد تقلبها ما طيش. انا كنت حضرتها لانه نخدم بالروبو بلا ما زدت نخدم بالباتور، حضرتها مسبقا باش ما نزعجوكمش. اكيد باش هكذا يشوفوا الخطوات خطوه بخطوه. سليمان عطي لي فقط هذيك لا كريمه في الفريجيدير. زيد فقط لا مارينز باش نخدم. هذه لا كريم ليكيد تاعي، هايلي كيفاش طلعت لي اللي كانت النسبه تاع لا ماتيير غراس فيها 35%. نضيف الفرماج ريجيم تاعي تدريجيا. حركوا فقط هكذا بشويه. هنايا وعلاش درت انا لو فرماج ريجيم؟ لانه الوصفه الاصليه تاع التيراميسو لازم يكون فيها لو ماسكاربون. حنا نعرفوا انه لو ماسكاربون جبنه الماسكاربون، حنا نعرفوا انه جبنه الماسكاربون غاليه شويه، من المستحسن انه نحط نقدروا نبدلوها بلو فرماج ريجيم، وراح تكون يعني صحيه. كذلك في الوصفة الأصلية تاع التيراميسو لازم يكون فيها صفار البيض. أنا هنا بزاف ناس ما يحبوش لو جون دوف، يقول لك أنا ما نحبش الجون دوف في هذه التحلية. راني حضرتها لهم هكذايا عادي. وكاين عدة وصفات تاع التيراميسو ماشي غير هذه، كاين اللي تطلع بهذا الشكل، كاين اللي تقدر ديرها دون زان مول في المول، وكاين كذلك دايرين حالة. أنا حبيت خاصة للمبتدئات نحطها لهم في ليفيرين أحسن. شكرا. ندخل يلا مازلنا نستناو في اتصالاتكم. اكيد نقول لكم برك باللي ورقه وسياله، صدقوني بلي نعطيكم وصفات مضبوطه وفي متناول الجميع. من فضلكم انتم ما عليكم غير تدونوا الوصفات وتعيطوا لنا تشاركونا تقولوا لنا اسكو ان شاء الله نكونوا عطينا لكم الوصفه كما يحب الخاطر وعجبتكم ولا ما توفقناش. ونذكرهم فقط في انه الهدايا مهدات، الهديه الاولى مهدات من مؤسسه طنبولة. اكيد تاع طنبولة، مهدات من طرف مؤسسه كيم كيدز المتواجده في منطقه عين مليله. اما الهديه الثانيه ابو جليل ابو بازار ابو جليل، دائما ننسى ابو خالد يسمح لي فقط ابو خالد هذا راه في الجره معلش. ابو جليل المتواجد في منطقه سيدي بلعباس، ونبلغوا لهم تحياتنا. يلا رقم الهاتف راهو اسفل الشاشه بهذا الشكل. لاكريم تاعي راهي تدخل غير بشويه باش ما تطيحليش. نبدا جيب لي ان ريسيبيون فقط سليمان من فضلك. من ريسيبيون صغير صغير. عندنا يلا توجد مكالمه. اكيد عندنا مكالمه. اكرام مرحبا بك. الو واش راكي سيدتي كيف حالك؟ لاباس الحمد لله. انتم راكم ملاح؟ الحمد لله. بيكم انتم نولوا ملاح. صحه رمضانك سيدتي. الله يسلمك. انتم عندكم واش راهم سكان العاصمه كيف حالهم؟ والله ما سمعتك اختي، تعاودي قولي لنا. قلت لك يعطيكم الصحه على الوصفات اللي راكم ديروهم. شكرا جزيلا. تعيشي. كاش ما جربتي كاش وصفه؟ البارح درت هذيك اللي درتو تاع السلق،
وخذت لي هايله الحمد لله خفيفه الحمد لله الحمد لله. هذا هو يعني لو بليزير تاعنا كي تعيطونا تقولنا انه الوصفات اللي قدمتوهم لنا وصفات يعني ناجحين. لازم يسيوهم باش يديكوفريو بلي ناجح. بيان سير لازم. شكرا سيداتي شكرا. واش درتي لنا فطور اليوم انت؟ اليوم راني حندير واسمه الكباب. وندير لي كيش وشربه وبوراك. سما من الصباح وانا هنايا وحدي ما شحال ديري واش درت انا صدقيني بلي درت لك ميني بالطبع وش حديتي غاميس اليوم ربي يحفظك سيداتي نقصروا برك معاك يلا باذن الله حنقولوا لك برك راح نبداو المسابقه معاك انا وجدت واحد لاكريم قلت لكم باش ما نديروش هذيك لا بيشامبيل وراهم يديروها بزاف وثقيله حبيت نقول لك برك تقدر تعاود لي السؤال معليش ما سمعت مليح مازال ما كملت لك السؤال من فضلك ركزي معايا حبيت نقول لك بلي انا وجدت واحد لاكريم اللي درتها في لي سكالوب فارسيتي و اللي درتهم في الفور هادوك اللي هذيك لا كريم وشنو هما المكونات تاعها؟ المكونات ديالها لا كريم فريش وثاني نسيت لها اسم مليح لا كريم فريش الحليب البيض غلطين ياك هذا راني نشوف في واحد دايت بيك شغل فكرتيني فيها ما تكون نجوزوا لي زيكزاما كي تنقلي لا 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 ماني نقلي ها هاي معايا ماما انا شحال كنت نقل يا اختي صدقيني بلي نفيق لك تحيه كبيره للام تاعك تحيه كبيره راني غير نمزح معك الاخت يلا عاودي قولي لي برك المكونات من فضلك لا كريم فريز البيض شوية ملح الحليب يلا نقول على الحليب ما فيهاش لا لا الحليب ما فيهاش اه والجبن يلا معليش نقول لك عاودي الاتصال ان شاء الله باش تعاودي تحكمينا وتعاودي تشاركي معنا ان شاء الله شكرا صحة فطورك سيداتي نولوا اللي احنا مشاهدين انا واش درت القهوه تاعي مع السكر باش نولهم فقط حطيت القهوه تاعي مع السكر هنايا ذوبتها بشويه ماء هنا باش نبيبي انبيبي معناتها نشرب هاد لي بودوار تاعي اللي ما عندهاش لي بودوار تقدر تستعمل لاباط ابيسكوي كاين اللي في الدرو يعني راهي متواجده في المحلات هنا ما نستعملش لابوش راح نخدم غير بيدي بهذا الشكل قلنا اليوم نهار تاع المبتدئات تاع المبتدئات اكيد تاع البنات اللي راهم يشوفوا فينا على بالي اليوم السبت كامل مقعدين في الدار يتبعوا فقط معانا هذه الكيفيه صدقوني راح تعجبهم بزاف وعلى بالي كامل اللي يحبوا وصفه التيراميسو وهذه بزاف خفيفه لانه فيها لو فرماج ريجيم بهذا الشكل يلا مشاهدينا الكرام مازلنا نستناو في اتصالاتكم باش تشاركونا في الوصفات وان شاء الله تكونوا من الفائزين تاع حلقه اليوم بهذا الشكل تبي ربي راك غير لا كومبوم بزاف على الهاتف على داك ما قدروش يحكم بزاف البارح اللي كانت لا كومبوم كل يوم كل يوم رامي عيط خاوتي حلت الغسيل بهذا الشكل يلا مريم ما نشوف باللي لا كريم تبان خفيفه تولي شغل اون موس فوالا اكزاكتومون نشوف راح نزيد هنا شويه تاع لي بودوار تاعي ندير لا دوزيام كوش لازم تبان بيان نشربهم هكا والقهوة عندها رائحة أنا صدقني هذا يعني الديسير نحبه بزاف خاصة في رمضان في الصحراء خفيف خفيف مكونات بسيطة مكونات بسيطة ما يستقامليش بزاف يلا كاين مكالمة مريم تفضل كريمة تحية كبيرة لك وسكان وها الو كراكي دايرة غاية كراكم الحمد لله وانت كراكي لاباس الحمد لله كيفاش واش راه من الناس وهرا تحيه كبيره اليوم لاباس الله يسلمك خويا وكيفاش دايرين غايه والله غير الحمد لله وانتوما لاباس الحمد لله يا ربي راكي تشوفي راكي تشوفي حصه بنا وفطور واه يوميا الحمد لله الحمد لله يا درا يا درا باش مشهورين انتوما كريمه في الشخصيه تاع البارح تاع السلق هاي تاع السلق هاي دايره طوندونس هاي دايره حاله يا مريم واه عجبتني تناها البارح جات هايله هايله الحمد لله واليوم واش راكي ناويه ديري؟ انا باغي ندير هذيك تاع ديال الشكالوط لا لا لازم ديريها سينو نزعف تعمليها ما ديريها ان شاء الله نديرها
ان شاء الله ربي يحفظك سيداتي. شكرا جزيلا. يلا ما شاء الله ربي يحفظك. يلا سيداتي ركزي معايا باش تقدري ان شاء الله تشاركي في طنبوله ان شاء الله يا ربي. شوفي انا خدمت واحد لاك خام لاي في الفور اللي درناها في الاسكالوب فارسي. هذيك لاك خام المكونات تاعها وشنو هما؟ تاع بيشاميل. لا لا قلت لكم برك باللي ما نديروش لا بيشاميل اليوم، درت لكم ان كريم جديده بطريقتي الخاصه وحبيت نشاركها معاكم. قلت لكم بزاف بنينه وخفيفه. هي تاع دقيقه الله يخليك. اذا شفتي معانا من اللي بدينا درت ثلاث حبات بيض. صح. سكن جبير. يا صح. زحتر. صح. والملح. تفضلي تفضلي نسمع. ودوش فرماج ناتيور. يلا نقول لك تاكي حافظة الدرس مليح، جيتي معولة. هيا نقول لك بالبركة عليك. تبعت البرنامج. تبعت. يلا نقول لك برك راكي ربحتي قسيمة شراء. بونداشا. تاع أواني. حبيت مدلة تاع حبيت مدلة تاع الدراري. هيا روحي تاع الأواني. قيمة تاعو مليون إن شاء الله. مدات من طرف بازار أبو جالي. أو متواجد البازار تاعو راه في وهران. يلا قعدي معانا، دوك يشدوا عليك رقم الهاتف تاعك باش تقدري تدي أمانتك. شكرا جزيلا سيدي. إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. صحة فطورك سيداتي، شكرا تعيشي شكرا. إذا سليمان أنا لحقنا يعني لنهاية تاع هذا الديسير. هنا فقط عطي لي غرفة. رفد لي هذه فقط الفريجيدير باش من بعد نكملوا نخدموهم. نحتاج هذيك لاباسوار صغيرة. بهذا الشكل راح يكون تزيين تاعهم. تيراميسو لازم يكون بهذا الشكل. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا برك معنا هنايا. هذا يحب يبرد مليح تيراميسو. لازم يبرد باش نقدموه. مكونات سهلة مريم. ديرها لي فريجيدار سي بون ماشي مشكل. حنا باش نروحو ندير لك بلاصه قبل الفريجيدار. دوكا نروح نشوفو الكيفيه رقم 2. يلا مريم خليها خليها تفضل. شكرا. كما شي رمضان ناكل وحده داخل الفريجيدار. نعم دوكا ماشي رمضان ناكل وحده داخل الفريجيدار. بصحتك كي نكملو ندي وحده. انا ندي هذوك اسمو لي باركيت. لي باركيت لي باركيت فارسي تاع البطاطا هذوك ما شاء الله. مام لي كويز مام لي مام لي سكالوب ما شاء الله ما شاء الله. اذا هنا نشوفوا فقط المقادير تاع هاد الوصفه. انا اليوم راح ندير لكم كريات عفوا كريات طاقه. اليوم حبيت نجيب لكم الطاقه بالسيف مريم باش تكملوا لاجور. هذه الكيفيه راح نعطيها لكم اليوم مليحه اللي يتبعوا حميه غذائيه وكذلك مليحه خاصه بالنسبه للاطفال. هنا الام تقدر مع الصباح تعطي حبه لوليدها باش ياكلها في اللمجه لانه واش فيها. عندنا هنايا المشماش درت فيها تمر المشماش مجفف التمر كذلك. هنايا استعملت فيها العينه هذا غير العظم فقط. هذا واش درت لهم فورتهم كذلك. جيب لي هذاك العلب المجفف تاع الكاردينال هنا من فضلك سليمان. انا حنستعمل منتوج كاردينال يعني منتوج جد رائع. مام يعني العنب تاعو تفضل. ملحم ملحم. شكرا راك فكرتني. ما حبيتش نستعمل المقص مريم باسكو شفت فيه شويه زيت كما خدمتي بها من قبل. قطعت بالموس. اذا واش حندير؟ نحط هذوك شويه تاع التمرات اللي عندي لانه انا علاش حندير كميه قليله؟ لاني كنت حضرتهم مسبقا. نحط هذيك شويه تاع لابغيكو وهذيك شويه تاع العينه. من بعد راح ندير كميه من العنب المجفف تاع لو كاردينال. حنا نقولوهم برك باللي يقدروا يفوروه تانيك. اكيد يقدروا كذلك يفوروه. يلا كاين مكالمه مريم. دقيقة فقط سليمان. السلام عليكم لويزا. معليش. الو. مرحبا بك لويزا واش راكي سيدتي؟ بخير صحة رمضان كم؟ صحة رمضانك كل عام وانت بألف خير إن شاء الله سيدتي. الله يسلمك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. واش راه منسكيك ده؟
والله الحمد لله. كاش فراولة؟ اه فراولة. تحية كبيرة لك سيداتي. يا يلا قولي لنا اسكو راكي تشوفي برنامج بنا وفطور؟ عاد شوف دبعتو وحابه نشارك في مسابقة. حابه تشاركي في مسابقة؟ ايه. يشاركينا شوية في الوصفات ومن نهضروا على المسابقة. ان شاء الله نكونوا لنا اعجابك، رانا نمسحوا معك برك سيداتي. شوفي برك تبعي مع مريم، دوك تعطي لك برك لا كيستيون ان شاء الله وتكوني من الفائزين. سؤال يقول، انا كنت هضرت على لا كريم فريش من قبيل، قلت لك في لا كريم فريش عندنا عده انواع. كريمه السائله. كريمه السائله. اختي ما تبعتش، تبعت لنا في اللبن تاع لاصوص وتاع سكالوب. ما شديش تاع تيراميسو. لازم تتبعينا مليح يا سيدات، احنا قلنا اللي يربح يتبعنا من بدايه الحصه حتى وين يطلع جينيريك. احنا قادرين نبوزيو لك كيستيون على الجينيريك كيفاش طلع. نقصروا برك معاك. لاصوص هذيك وفطائر. معليش معليش سيدتي، نقول لك عاود الاتصال ان شاء الله تكوني من الفائزين. شكرا جزيلا. تفضلي. انقطعت المكالمه. نعم سيدتي تفضلي. ما فهمتيناش، حبينا نقولوا لك باللي الكيستيون الاول يكون على تاع الشيف سليمان، والكيستيون الثاني تكون على الوصفه تاع الشيف مريم، باش تكون شويه ايكيليبري باش الناس تقدر تربح. شكرا سيدي. اذا سليمان نديروا ان با ماغي، هاي لك الكاسرول باش نذوب الشوكولاته البيضاء. بالنسبة هنايا المقادير نعاود فقط نذكركم، هنا حطيت هذا. هذا ولا شويه تصغير عليه؟ هذا خير مليح. الله ما يتكسرناش برك مريم. كيما مقبل احنا. إذا هنا بالنسبة للمقادير قلت لكم حطينا شوية تاع العنب المجفف، شوية تاع التمر، شوية تاع العينة، وشوية تاع المشماش مجفف. ضفت لهم مغرفة تاع الكاكاو، زوج مغارف تاع الجلجل، احنا نعرفوا الجلجل عنده فائدة كبيرة، وزدت لهم ثلث ملاعق تاع الكاوكاو. هنا اللي ما عندهاش الكاوكاو تقدر تستعمل اللوز، انايا يعني هنا حسب امكانياتك سيداتي، تقدري تستعملي اللوز كما تقدري تستعملي الجوز كما تقدري، يعني واش عندك في الدار. انايا حطيت لهم الكاوكاو. مريم واش نزيدوا لها برك شكر البيضاء هذه؟ واش هذه نحركوها فقط تذوب، من بعد نزيدوا عليها الزيت، لانه راح نبريباري واحد لو غلاساج مسمو لو غلاساج غورموند. لو غلاساج غورموند راح يجي فيه حوالي 400 غرام تاع الشوكولاته البيضاء، ندير لهم حوالي 100 غرام تاع الزيت، ما يعادل ثلث مغارف. الربع اولا ربع ما يعادل ثلث مغارف تاع الزيت، باش يجيني لو غلاصاج تاعي بغيون، وميم طو باش تحصل على نتيجه جيده. نحر هادو نرحيهم كامل على جي. سمحوا لنا برك على الازعاج. يلا مشاهدينا الكرام، نقول لكم برك باللي مازلنا نستنى في اتصالاتكم، مازال كاين سؤال ان شاء الله تاع الطنبوله باش تكونوا من الفائزين ان شاء الله بالملابس الاطفال النادية من شركه كيت كيت. يلا رقم الهاتف راهو جزء اسفل الشاشه. الشكل هنايا ما ضفت لهمش السكر، نفضل انه نخلي هذا يقعد طبيعي في طبيعي. طبيعي في طبيعي. نعرفوا بلي ما كنتي درتيها مريم كامل حلوين. حلوين. ما كان لازم نزيد لهم السكر. ام ايمن من البليده تحيه كبيره لك. كيف حالك سيدتي؟ يا انقطعت المكالمه. سمحي لنا برك عاود الاتصال من فضلك. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك باللي رقم الهاتف راهو جوز اسفل الشاشه. يلا نقول لكم ثاني باللي مازال كاين سؤال ان شاء الله تاع ملابس الاطفال، ان شاء الله تكون من نصيبكم، ما تتردوش كامل نتصلوا ان شاء الله. نفد لك الروبو مريم خلاص. نحيوه خلاص. نشوفوا فقط كيفاش راح نفاصوني هذوك لي بولات تاع معي. حندير كويرات. انا ديجا كنت وجدتهم مسبقا، درت لهم بشوكولا نوار. جاوك بزاف شابين. ايه وهذه راح شوية. تفضل. وهادو ما راح نديرهم بشوكولا بلون. يحكموا روحهم. يحكموا. بلا ما نزيدو لهم عسل، بلا ما نزيدو لهم. لا ما كان لا، لانهم ديجا هما كامل فيهم السكريات.
بهذا الشكل. هادو كيما قلت لك كيما يقدروا يمدوهم الاطفال كيما مام الكبار، خاصه اللي قراو يجوزوا الباكالوريا ولا ان شاء الله راهم على ابواب الباكالوريا ان شاء الله وينجح كامل ابنائنا. هادو ما تقدروا تحضروهم تدوهم معاكم، وصدقني يعطوا قوه، يعطوا لك قوه ما نحكي لك كبيره. يلا سميله مع مع السحوره، مع السحوره هادو ما يوجد مكالمه. هذه تعطشهم وقال في الفطوره نعم حلوين. جميله تحيه كبيره لك. الو بخير عليكم. مساء النور سيدتي، كيف حالك؟ رمضانكم. رمضانك بالصحه والهنا وتحيه كبيره لك. كلمك تعيشي. واش راكي؟ الحمد لله. هذه جات شويه كبيره. راكي تتبعي برنامج؟ الحمد لله سيدتي. وانت؟ انا ماني نتبع. نعم يعجبوك الوصفات تاعنا يا خي. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. الحمد لله. الحمد لله. تشاركي معنا في طنبولة جميلة؟ نعم نعم. إذا السؤال يقول جميلة، المقبلة درت التيراميسو وقلت بالليك لاكريم فريش ولا الكريمة السائلة راح نستعملها في هذا الديسير لازم تكون فيها نسبة تاع الدسم، شحال تكون نسبة تاع الدسم في هذا الكريمة السائلة باش لازم تطلع لي؟ كامل رامي يغشوا كامل. يلا يلا معلش معلش تفضلي. 30. يلا نقولوا لك برك سيدتي عاودي لنا الاتصال وان شاء الله تكوني من الفائزين. بارك الله فيك تحيه كبيره ليك والناس مرداس. صح فطورك سيدتي. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك بلي مازلنا معاكم ومازال كاين ان شاء الله سؤال ان شاء الله يكون من نصيبكم. ما تردوش رقم الهاتف راهو يجوز اسفل الشاشه. ونقول لكم برك مريم قالت لكم نسبه، عاودي بوزي لهم برك كيستيون باش ما نفوتكش فيه مريم. السؤال يقول قلنا انه حضرت كريمه سائله مقبل درت فيها لو تيراميسو، هذه الكريمه السائله باش تطلع لي لازم تكون فيها نسبه تاع الدسم، قولوا لي شحال تاع النسبه تاع الدسم راح تكون في هذه الكريمه السائله. شوف لي فقط. قالتها مريم وعاودتها بليزر فوا. شوفها فقط سليمان. اذا انا نجيب هذوك اللي كنت وجدت مقبل لانه راح نستعمل في نفس لاغري. انا هادو كنت حضرتهم بهذا الشكل. الكريات تمعي درت لهم شوكولا نوار. هم يغيروا اكيد. ساميه تحيه كبيره لك، كاين مكالمه مريم تفضل. ساميه السلام عليكم. يلا ساميه. نعم كيف حالك سيدتي؟ نعمتك دائما. كل عام بخير ان شاء الله. رمضانك بالصحه والهنا ان شاء الله. واش راهم الناس في المنديه؟ يبارك فيك تعيشي. الناس المنديه راهم ملاح الحمد لله. الحمد لله بالله لهم تحيه كبيره لهم. عايشك. منين من المنديه؟ منين؟ منديه من قصر البخاري. قصر البخاري الله يبارك ما شاء الله تحيه كبيره. يسلمك يا عايشك. قولي لي اسكو راكي تبعي بنا وفطور؟ اسكو راكي تشوفي شويه البيلات؟ بصحه يعني تكون اختي لي بيك عندها انا خدامه يعني كي ندخل الدار كي نلحق بكم نتبعها يعني تعجبني مليح الحصه تاعكم سيرتو قول للمدام الكرات القوه اللي خدمتهم يعني فريمون عجبوني بزاف. يلا ان شاء الله تجربيها. قلت معك سيداتي حضريهم لهم، وحنا نعرفوا انه في رمضان راه كاين كامل هذه المكونات في الدار. حتى الحمل داخل خارج الفريجيدار نديروا له ريسيكلاج. هذاك نديروا له ريسيكلاج. الحمل الحلو مسكين هو اللي داخل خارج بزاف الفريجيدار نديروا له ريسيكلاج. اذا سيداتي تشاركي معنا في الطنبوله. سؤال يقول انايا كنت درت ان تيراميسو قبيل وقلت لك قلت لكم بالليك راح نحضروا بالكريمه السائله وباش تطلع لي الكريمه السائله شحال لازم تكون فيها نسبه الدهون؟ 35%. نعم شحال؟ قلتي 35%. اكيد سيدتي مبروك عليك راكي فزتي. هذه باينه بلي تبعت البرنامج ما نعرفش كيفاش. قلت لك بالويكاند هذه من زوج ونص ما تكونش عندك الاطفال الصغار. تعجبوني بزاف. ربي يحفظك سيدتي كثر خيرك. عندك اطفال صغار سيداتي؟ اي عندي بنت اختي صغيره. يا ربي راكي شريتي لها حوايج العيد كادو. بون داشا مهدى من طرف مؤسسه كيم كيدز المتواجد في منطقه عين مليله وعنده عده فروع في الجزائر. كاين في المديه باش ما تزهقش. نورمالمون كاين عنده الفروع. درتي ما تقطعيش سيداتي قعدي قعدي معنا برك باش نشدوا رقم الهاتف تاعك وان شاء الله يكون من نصيبك. شكرا جزيلا. احنا هنا فقط باش نربحوا الوقت لانه انا كنت حضرت شويه حبيبات هذه نخليها حتى تذوب تماما كما قلت لك ومن بعد نضيف لها حوالي ثلث ملاعق تاع زيت المائده بهذا الشكل.
نقص لها فقط. انا كنت هذه دوكا نحيها الغالب غير جيب لي هذيك الشوكولا الاخرى لانه الوقت ما يكفيناش يعني راهي بدات تذوب. هذه ثاني كنديروها شويه برك نعاودوا نحطوها فقط تعاود تذوب شويه. خلينا نرفد لك هذيك مريم. ارفدها. شكرا سليمان. من بعد نكملوها. نغتنم الفرصه مريم تفضل صدقيني باللي ليكويز هذوك بلاك خام واش نقول لك مشاو ضربه. قلت لك انا اليوم ما شاء الله انا فطوري اللي باغي نديه معايا اليوم. مازال ما طيبتيش فطور مريم. هاو نطيب الصباح. اذا نذوب الشوكولا تاعي. انا هذه كانت ديجا خدمت بها من قبل هاي بدات تذوب لي جيد ان شاء الله برك يكفيني شويه الوقت. يعني لو كان خير ذوبت من قبل باش نديرهم كلاصاج شوكولا بلون. شوفي شوفي الا كاينه كسرونه واحد اخرى نكملوا هذوك نزيدو. اوكي مريم فهمتك. فهمتني باش من بعد نوري لهم فقط زوج حبات. هنايا واش درت هنايا درت ان كلاصاج غورمون كيما قلت لكم 400 غرام تاع شوكولاته نديرهم 3 مغارف تاع زيت المائده كي تذوب هكا. من بعد كي تذوب جيدا واش راح ندير لها ندير لها كمشه تاع هذا لي كاكاوات ولا الجوز ولا اللوز اللي عندك سيدتي على حسب واش عندك في الدار. اذا راهي تذوب تقريبا راهي ما بقى لهاش بزاف ونتحصلوا على نتيجه جد رائعه. نتحصلوا على هذ الكريات اللي شغل يجوا مشوكين من فوق بهذاك الكاوكاو بهذا الشكل. نتوما فاش تذوب لي هذا الشوكولا. شكرا سليمان يعطيك الصحه. يلا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا دونتوا الوصفات. نقول لكم برك نسيو نديروا الماكسيموم باش نديروا لكم حفايس جدد واقتصاديين وفي متناول الجميع وان شاء الله تكون فيهم بوكو بليس لا بريزونطاسيون. واش قالوا مريم؟ لا بريزونطاسيون والبنة بيان سور ويعني والطريقة تكون وصفات يعني ناجحة. أهم شيء الشوكولاتة تاعي راهي ذابت بهذا الشكل. أنا استعملت منتوج شوكولاتي دائما نقول لكم أنه هذا المنتوج جد رائع. أنا نظن أنه لأنه جربته صدقني يعني الوصفات تاعو يخرجوا لي ضربة ترى. بهذا الشكل هاي الشوكولا تاعي كيما راكم تشوفوا. يلا مريم انا اللي حطيتهم هنا نزيد لهم فقط شويه تاع لي كاكاوات باش يولي لي هذاك لو كلاصاج غورموند. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك ركزوا معنا الطريقه تاع مريم راني نشوف فيها بزاف بنينه. نحط واش حبيتي مريم؟ انتوكشون نحط فوق معليش. اوكي نجيب لك من غير فوق تبدي وحدك. ملعقه نوري لهم فقط كيفاش ندير كلاصاج تاع حبه. هاكي مريم شكرا. توجور لازم تكون عندي انغري من التحت بهذا الشكل ونبدا نديرو في الكلاصاج تاعنا. ندورها لك مريم باش تجيك على يدك. اكيد جيب لي برك فرشيطه وخلاص هكذا باش ما كاينش مشكل. بهذا الشكل نرميهم كامل الداخل باش نتحصلوا على هذا الشكل الرائع تاع تاع لي غوشي. نحط لك لداخل كريات الطاقة. أنا نكمل واش نقول لهم سليمان؟ فاصل قصير ونقولوا لكم باش تشوفوا المائدة إن شاء الله تكون في إعجابكم. ما تزابطيش. ما تروحوش بعيد. الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مع هذه المائدة من اعداد مريم وسليمان صدقوني باللي ضربات. شوفوا برك معايا شوفوا برك لا بريزونطاسيون اللي درناها لكم تاع لي سكالوب فارسي مع لي باركيت هذوك تاع البطاطا على شكل سليلات صدقوني ما شاء الله. ننصحكم تجربوها ماشي في الندم. شوفوا برك لاصوص كيفاش كانت بزاف شابه. انا حبيت نديرها هنا في ليفيرين باش تكون انديفيديال شاك بيغسون يدي لا باركيت تاع البطاطا تاعو يدي لي سكالوب تاعو ويدي لاصوص تاعو ثاني كياكلها كيما يحب. صدقوني بلي هذه تولي بنينه على لي فخوماج. ومام طو هذا طوماطي سوريز دوريتها غير شويه في الزبده ودرت بها هذا التزيين. يلا ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ولا بريزونطاسيون تاع الشيف سليمان ان شاء الله تكون ثاني نالت اعجابكم. انا نقول لكم برك جربوا وماشي في الندم.
وهادو الفطائر الواعرين اللي وجدتهم لكم صدقوني تانيك بزاف شابين. شوفوا برك القوام تاعها كيفاش، حابين نقطع لكم غير واحده حتى انا نري لهم بزاف شابين. مريم شوفي لافاكس لداخل، يلا شوفوا برك معايا مشاهدينا الكرام، نديروا لها غير شويه تاع لاصوص طوماط، ولا اللي يحب لا مايونيز، ولا اللي يحب تاع الفواحه اللي راكم تشوفوا فيها تاع لالا مولاتي، ونحب ندوقكم ما شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. ومام طو تاني كهشين شوف فاش فارغين الداخل وخفيف، ها شوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش، ركزوا برك معايا شوفوا كيفاش، ها صدقوني مانيش حاب نخسرها كيفاش خفيفه، شاني نقطع فيها غير بالعقل. شوفوا لي فخوماج لو الداخل، الطون، المايز، الزيتون كوبي، هذاك بزاف شابين. مام هادو نقدروا نديروهم في لاصوص طوماط هادو ناكلوها بزاف عليك. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، تفضلي مريم. اما بالنسبه لهذوك التحليه تاع اليوم انا ليا تعتهم كذلك بالتيغ حريات الطاقه، ينجموا كاع يصلوا التراويح اليوم ماكش كاليه يا اكيد. ما مع الفطور ملاح تقدر تكسر بهم المغرب نورمال عادي. التيغاميسو تاعنا مشاهدي لازم تخلوه يبرد باش نتحصلوا على هذا الشكل. كما قلت لكم تقدروا ديروه دون زان مول، لازم يبرد يدي يعني وقت كبير باش يبرد. كما كذلك تقدروا تعطوه في ليفيغين هكذا، خاصه للنساء اللي يعني المبتدئات تحصلوا على هذا الكريمه الرائعه. امين قهوه ما شاء الله. بمناسبة لكريات الطاقة، الكريات تاعنا حبيت نقسم لهم فقط واحدة سليمان باش يشوفوا بالليك يعني ماشي يابسين، ماشي يابسين، يجوا طرايا وملاح بزاف للأطفال. مام الريحة تاعهم صدقوني تشهي، وبريزونطاب ميم في العراس اللي يحب هكذا يحطهم في رايحين شغل في البنيون هادو مريم، جو بنيون بصح هادو قولهم كريات الطاقه يعني وصفه جد رائعه. شكرا مريم. يلا نقول لكم برك باللي عندنا مهندس الصوت تاعنا انسان ما شاء الله واسمه محمد شايب، اليوم عيد ميلاد الوالده تاعو، كي نقولوا الوالده تاعو صافي دي الوالده تاعنا كامل. شوفي ما امي نقولوا لك عيد ميلاد سعيد، شوفي الدمعه جاتني تفكرت يما تانيك ربي يرحمها، نقول لك عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير، ولفت لي عندك واحد كيما محمد روحي هانيه كونك هانيه طفل ما شاء الله يدعي لك ان شاء الله دائما ربي يحفظك، وراكي تسالينا ان بون كادو ان شاء الله نبعثه لك مع محمد. شكرا امي، عيد ميلاد سعيد امي تعيش. كذلك وربي يطول في عمرك ان شاء الله ويطول في عمر جميع امهاتنا ان شاء الله. مشاهدينا لحقنا نهايه هذا البرنامج، نتمنى انه كنا خفاف عليكم وظراف، نلتقي ان شاء الله في عدد جديد من حصتكم بنا وفطور. سلام.